إخواني الكرام، كثيرا ما نسمع عبارة ماذا تنفع محبة الرسول إذا لم تكن ممن يطيع أمره ويترك ما نهى عنه، فأقول بل تنفع وتنفع جدا. العبارة المذكورة مش صحيحة، لكن لا نقف عندها عندما تقال للمسلم حتى يزداد طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعركة الآن فهي معركة على الإسلام نفسه. كلامي ليس عن المقاطعة، المقاطعة وسيلة من وسائل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقصر فيها بعض المسلمين، لكن أعداء الله ورسوله يريدونك أن تستخف بالنبي وتقبل بالاستهزاء به وتصطف معهم في اعتبار ذلك حرية شخصية. نحن الآن يا كرام ننادي كل من ينتسب إلى الإسلام، الأولوية الأولى حقق الحد الأدنى من الإيمان الذي ينجيك من الخلود في النار بأن تعظم الله ورسوله وتحب الله ورسوله وتتبرأ من أعداء الله ورسوله وتتمايز عنهم ولا تصطف في صفهم ولا تواليهم، حتى إن كنت عاصيا، حتى إن كنت شارب خمر، حتى إن كنت آكل ربا، حتى إن كنت متبرجة، حتى إن كنت عاق والدين، أي من هذه المعاصي. إياك أن تقول ما هو أنا عاصي، ماذا ينفعني ذلك؟ بل ينفعك بأن يجعلك في زمرة من في قلبه إيمان وينجيك من الكفر ويدخلك في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روى البخاري أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه النعيمان كان يجلد لشربه الخمر، فأتي به مرة ليجلد. الرجل كان مبتلى بالخمر، يشرب مرة ويجلد ثم يشرب ويجلد ثم يشرب ويجلد، فقال رجل من المسلمين اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني ليجلد على الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف، لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل نفعته هذه المحبة. الخطوة الثانية يا كرام، حول هذه المحبة إلى دافع لك لتطيع ربك الذي تحبه وتعظمه وتطيع رسولك الذي تحبه وتعظمه وتتخلص من ذنوبك، مستعينا بالله تعالى بعد أن بنيت على الخطوة الأولى وتعززت نظرتك لنفسك. إخواننا في مصر، والله أقولها صادقا من قلبي، الصالحون منهم طبعا، يعني من فيه خير من فيه إيمان حتى لو كان عنده معاصي، من أكثر ما يحببني فيهم هذه العاطفة الجياشة تجاه الله ورسوله. أذكر من سنوات في إحدى المرات التي تطاول فيها مستهزئون على النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أحضر لخطبة، فوقعت عيني على خبر توبة توب ميلودي، موقع عالمي لمقاطع الغناء والرقص والكلام الفاحش. حصلت على رقم أحد الشابين المؤسسين للموقع واتصلت به وتحققت من القصة. كانوا وضعوا إكس على شعار الموقع السابق وأفرغوا الموقع من كل محتواه السابق وكتبوا بدلا منه الرسالة التالية، سأقرأها لكم باختصار. قالوا نور الهداية، يعني بدل توب ميلودي غيروا الاسم نور الهداية، قريبا يعني قريبا سنحول هذا الموقع إلى نور الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حان الوقت لترك سماع الأغاني وحان وقت سماع قلوبنا. في الآونة الأخيرة نظرا لما توجه من إساءة إلى رسول الأمة، فقررت إدارة الموقع بغلقه للأبد بسبب حرمانية سماع الأغاني. ماذا ننتظر؟ رسولنا رمز الأمة الإسلامية قد أسيء إليه. طبعا هم قالوا كلمة ثانية، بس أنا ما نقول أهينة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يهان، ما يهان إلا الكلاب النابحة التي تتحاول أن تتطاول على غبار قدمه عليه الصلاة والسلام. رسولنا رمز الأمة الإسلامية قد أسيء إليه، ونحن نسمع الأغاني ونشاهد الفيديو كليب، حان وقت أن نسمع قلوبنا ونشاهد أنفسنا ماذا فاعلين للدفاع عن الإسلام وعن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. لماذا تم غلق الموقع وهو في أقوى حالاتهم؟ بيقول يعني عدد الأعضاء 180,000 عضو، الدخل الشهري للموقع 700 دولار. يعني بقول لك أنا مش سكرت الموقع عشان الموقع فاشل بمقاييس الناس، لا، الموقع في ذروتي. وعلما نحن بحاجة لهذا النجاح لإثبات أنفسنا، لكن مهما كانت النتائج والإحصائيات من نجاح لا يساوي نقطة في بحر رضا الله سبحانه وتعالى وإنصاف رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن فداك يا حبيبي يا رسول الله. الله يكرمهم ويجزيهم الخير على هذه الحمية وهذا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.